السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس خير محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كتير مننا واحنا داخلين ثانوية عامة بيبقى عندنا تساؤلات، والتساؤلات ديت لو ما حدش وعانا ليها بالشكل الجميل اللي يخلينا فاهمين ونقدر نتعامل كويس هنعك بصراحة، والعكس صحيح، لو فهمناها كويس هنلاقي ان في مشاكل كتير ايه ده الحل بتاعها بديهي وممكن نتعامل معاه بسهوله. اول سؤال وانا شايفه من اهم الاسئله في النظام الجديد، اشترك اونلاين مع المدرسين اللي انا عايزهم ولا انزل سنتر في المنطقه اللي انا موجود فيها؟ طيب هنمشي بطريقه تقليديه جدا، هنقول مميزات وعيوب السنتر، مميزات وعيوب الاونلاين، ونحاول نفصله عليك في الاخر. بالنسبه للسنتر فهو عنده ميزتين مهمين جدا. اول حاجه الالتزام الحقيقي بالوقت والحصة، بمعنى ان انا عندي حصة يوم الحد الساعة كذا للساعة من كذا لكذا، فانا لازم اصحى ولازم اروح الحصة في اليوم ده هوت، ولو ما رحتهاش فهي هتفوت عليا، فبيبقى عندك دافع اكبر ان انت تحضرها. تاني حاجة المتابعة الفعلية اللي هي مش دايما بتبقى موجودة في السنتر بصراحة، ولكن المدرس شايفك قدامه، الاسيستنت او المدرسين المساعدين شايفينك قدامهم، بتمتحن امتحانات ورقية قدامهم والدرجات موجودة حقيقية مش اونلاين، فدي بتبقى في المتابعة الى حد ما احسن، وعلى فكرة ممكن تبقى سيئة جدا وما يبقاش في متابعة خالص. طيب ايه عيوب السنتر؟ الحقيقة هما كتير شوية، اتنين تلاتة كده. مثلا الوقت، ان انت ملتزم بوقت معين فانت مش قادر تصيغ الاسبوع بتاعك او ترتبه زي ما انت عايز. تاني حاجة الوقت، اللي هو الوقت اللي انت بتقضيه في اللبس والنزول والمواصلات والرجوع والراحة من الارهاق وهكذا. الارهاق المواصلات، وارهاق ان انت بتنزل حصة وفي مكان غريب، ارهاق اللبس اصلا، البناطيل الجينز والقمصان والحاجات ديت حاجات مرهقة بصراحة. المصاريف بتبقى اكتر شوية في السنتر، يعني سعر السنتر اكتر من سعر الاونلاين، وكمان غير المصاريف بتاعه المواصلات والمصاريف بتاعه الاكل من بره. ما انت اكيد هتاكل لو الحصه مثلا عشان تروحها بتاخد مثلا من اولها لاخرها كده 3 4 ساعات، فانت هتبقى محتاج تجيب حاجه من بره، فده هيزود المصاريف. وكمان تعارض مواعيد الدروس، مدرس الاثنين حاطين الميعاد في نفس الوقت وانا عايز اروح للاثنين، وخلاص كل واحد حط المواعيد بتاعته، فهتعمل ايه؟ هتضطر بقى يا اما تروح المدرس ده في منطقه ثانيه مواصلات اكتر، يا اما خلاص تستغنى عن واحد منهم. وكمان ان انت في منطقتك في مدرسين كلهم على عيننا وعلى راسنا، ولكن ما بتفهمش مثلا من المدرسين بتوع مثلا ماده الفيزياء ومش لاقي حد كويس، فانت ملزم بدول لو انت عايز سنتر، يا اما برضه هتروح مكان ابعد. طيب الجزء الثاني وهو الاونلاين، يا ترى ايه مميزات وعيوب الاونلاين؟ العيوب بتاعه الاونلاين هي ان انت مش ملتزم باي حاجه، لو انت ما بتلزمش نفسك فغالبا يعني الموضوع هيفلت منك شويه، وان شاء الله نحل الموضوع دوت تحت لما نيجي نتكلم على الجدول الاسبوعي. وتاني حاجه ان مش دايما بيبقى فيه متابعه حقيقيه، واحنا ان شاء الله الحتتين دول هنعالجهم جدا 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 السنه دي. جماعه في تيم مسؤول بس عن متابعتك، وفي تيم تاني مسؤول بس عن مساعدتك العلميه، يعني في تيم للماده العلميه وفي تيم للدعم الفني والدعم الايه النفسي للطلبه ومتابعه الطلبه. التيمين دول السنه اللي فاتت اتضربوا في اتنين، بقى السنه دي اتضربوا في اتنين عن السنه اللي فاتت كعدد للناس وتفرغ للناس، وكمان الخبره بتاعه السنتين اللي فاتوا هتفيدنا كتير جدا ان شاء الله في الشغل السنه دي، فيبقى في متابعه دوريه فما فيش مساحة ان انت تفلفص مننا، وكمان هيبقى في متابعة وتقييم مستمر. اما بقى بالنسبة للمميزات الاونلاين، فاولا توفير الوقت، مفيش نزول، مفيش رجوع، مفيش مواصلات. توفير المصاريف، غالبا سعر المنصة ارخص بكتير من سعر السنتر، غير توفير حق المواصلات. توفير مجهود، انا قاعد في بيتي بهدوم البيت العادية بدون جنس بقى وتلزيق وحاجات من ديت، قاعد في المروحة او في التكييف او ايا كان في بيتي بره بعيد عن اشعة الشمس. التحكم في جدول يومك، انت اللي تقدر تصيغ اليوم بل الاسبوع كاملا، حتى لو المدرس مثلا بينزل محاضرات، احنا مثلا هننزل محاضراتنا يوم الاثنين والخميس، يا عم انا هسمع الاحياء ثلاث وجمعه، المشكله يعني بعدها بيوم، فمفيش مشكله، عايز اسمعهم الاسبوع الجاي، بلاش الاسبوع الجاي عشان لو رقمت هيفوتك الامتحان وهتاخد على عينك، يعني تقدر تعمل اللي انت عايزه، تمام؟ تقدر تشوف الحصه اكتر من مره، او توقف حته وتعيدها، او تسرع الفيديو او تبطئه براحتك، لكن في السنتر المدرس لو فوت حته وانت ما سمعتهاش غالبا مش هيرجع يعيدها ثاني. طيب انا بقى يعني بعد ما عرفت الحاجات ديت اسقط الموضوع على نفسي ازاي؟ انا هقول لك الاجابه العامه، انا شغال سنتر وشغال اونلاين وشغال سناتر كتير واونلاين كتير بفضل الله، فبالنسبه لي سواء هتاخد هنا او هنا انا في الاخر كاحمد الجوهري ممكن اكون مستفيد من الاثنين، ولكن لو انا رجعت للثانويه عامه انا بصراحه هختار اونلاين في كثير من الاحوال علشاني انا، لان انا شخص هلتزم، اصل دي ثانويه عامه، انا ايه توصيف اصلا غير ان انا طالب ثانويه عامه، ده التوصيف الاكبر ليا في الفتره ديت، فبالتالي لو ما التزمتش هعمل ايه في حياتي؟ فهلزم نفسي اعمل حاجه واعمل جدولي براحتي، وابقى عندي مثلا كل يوم مادتين مثلا بذاكرهم وعندي يومين فاضيين في الاسبوع وهكذا. في بعض المواد بصراحه انا شايف ان التفاعل فيها مع المدرس بيكون افضل، اللغات لحد ما والرياضيات ديت، ان انت تنزل سنتر
مش باجزم بالموضوع ده، بس شايف ان التفاعل مع المدرس خاصه في الرياضيات، ان المدرس يشوف حلك عملت ازاي ويصحح لك ويقول لك، في تفاعل كده في الموضوع، فاظن ان في بعض المواد السنتر فيها افضل.